شوف يا ستي، انا هتكلم بصراحة. اولا الجنة ليست وقفا على شريعة من الشرائع. لا نقول ان الجنة لليهود فقط كما زعموا، وليست الجنة للمسيحيين فقط، وليست الجنة محصورة او وقفة على المسلمين. الجنة ملك لله، يدخل فيها من يشاء من عباده. لكن انا عايز اصحح معلومة، اخواتنا اهل الكتاب ليسوا بكفار طبعا، انا بكررها، وانا ليا كتاب في هذا اسمه اهل الكتاب في التشريع الاسلامي، ابقى اجيب لحضرتك نسخه منه. يا ريت. اخواتنا اهل الكتاب من اليهود الموادعين والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم ليسوا بكفار. أنبه عليكم تنبيه مهم، كلكم تفتحوا ودانكم وتفتحوا قلوبكم وتفتحوا عقلكم. اللي يروح عند البروستانت لأي سبب، ترتيلة مش هرتيلة كلام فاضي من ده، محروم من التناول. أقول تاني، اللي يروح عند البروستانت هو أو ولاده محروم من التناول. إحنا مسيحنا غير مسيحهم، إحنا إيماننا غير إيمانهم. احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس، هما ما يعرفوش دي، ما بيقولوهاش. يبقى نروح نمشي وراهم ازاي؟ نبيع مسيحنا عشان هدية او عشان اي حاجة؟ لا حل ولا بركة ولا سماح لاي واحد يروح عندهم هو ولا ولاده يتناول هنا. واضحة دي؟ مش هنتكلم كتير ونقول الفروق ايه والحكاية ايه، هنقول بوضوح عشان ما حدش يقول ما هم بيقولوا يسوع. ما يقولوا يسوع بتاعهم غير يسوع بتاعنا، المسيح بتاعهم غير المسيح بتاعنا خالص. ما عندهمش اسرار، احنا عندنا اسرار. واضح الكلام باختصار عشان ما نقعدش نلف وندور ونقول بيروح اصلا مش عارف ايه اصلا. لا، لا حل ولا بركه للي يروح هناك. ومن الذين قالوا ان إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.